فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم استعمال الثياب النجسة التي قد غسلت عن طريق البخار؟ البخار ماء، إذا كان فيه ماء طهور وأزال أثر النجاسة فإنها تطهر. البخار لازم معه ماء، ماء طهور. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.